هلا الاكلات هاي الموسميه هلا اللي وقتها هي القطايف والعجينه المفروكه والقطايف عصافيري والسيالات. هاي السيالات عنا بحلب محروفه شوي، بيعملوها بالسمنه والسكر، بس ما بدها شيء سمنه وسكر وقرفه. بتتقلى هاي السياله وبنحط لها سمنه وسكر وقرفه، بتكون جاهزه للاكل. يعني تاكل ربع ساعه بتكون جاهزه للطبق للتقديم، وقتها كتير قصير وبتتحضر وبتكون جاهزة، وأكلة طيبة ورخيصة وشعبية. بين السكر والقشطة، بين البقلاوة والكنافة والقطايف، السيالات والمشبك، بين حلاوة الجبن والهريسة بأنواعها، كانت جولتنا لليوم بأسواق حلب الشهباء. ومين فينا بيزور هي المدينة العريقة دون أن يتذوق مأكولاتها وبيتلذذ بحلوياتها يلي صنعت بصمتها بالمحافظات السورية كلها وانتقلت شهرتها للعالم أجمع. هاي الحلويات الشعبية الموجودة هون بحلب واللي بيعرفوها كل أهالي حلب، هاي جبنة مشان حلاوة الجبن. هلأ بنطبخها، بتتكون من مي وسكر ومي زهر وجبنة وسميد. هلأ بنعملها حلاوة الجبن، بصير منها المعجوقة وبصير منها المدلوقة. هدول ثلاث أشكال بطلعوا من حلاوة الجبن. حلاوة الجبن بتصير تنحشى بقشطة، قشطة جاهزة، وبتنحشى حليب تقيل مطبوخ. هاي هي الجبنة، جبنة حلوة بتكون. هاي هي وأنواع الكنافة والقطايف والسيالات والمشبخ، هدول الأكلات الشتوية الموسمية بالإضافة للحلويات العربية اللي بيقولوها. يعني فيها قيمة غذائية عالية فعلا، لأنه كمان زائد الجبنة في قشطة، بتنزل قشطة الحليب وأكلة طيبة، والقطر بيعطي حرارة للجسم أيام الشتاء. هاي بنحط الأول شيء المي، بعدين بنضاف إلى السميد والسكر وماء الزهر، وبعدها الجبنة اللي كانت هون كنا بتنطفو أو بتتحرك، بتاخد وقت 3-4 دقايق 10 دقايق، بعدها بتنفرد على الصويني بتصير بشكل رقايق، بتصير جاهزة لللف الملفوفة أو للمعجوقة. رغم غلاء الأسعار إلا أن الحلويات كانت وما زالت الصنف المدلل لأهالي حلب، خصيصاً هذا الصنف اللي ما بيستغنوا عنه، وبتبقى هي الأيادي الخيرة عم تقدم ما لذ وطاب من الحلويات الغنية بالقيمة الغذائية العالية والسعرات الحرارية. الأسعار هلا من الفترة الأسعار مقبولة هي، بس من فترة هذاك الوقت ما بنحسن نقارن، صار في تقريباً 10 أدبال فرق الأسعار. هذا كنا نبيعه ب30، اليوم ب300. سيالات جبنة كنا نبيعها ب60 ليرة، حلاوة الجبنة اليوم 600. الفرق في فرق واضح، في أدبال طبعا. هذا الغلب السوق. الله عم نصب كنافة، من رأيي من نشفة على الهواء لوين ما تباس، بعد ما نبيعها على الزبائن. هاي بسوها بسمنة بقلوة، بسمنة بقلوة على الطوال بيأكلوها، برشوا لها فوقها قشطة وسكر وقرفة. عم بشتغل عش بلبل. والله منجيب لحمة، منتبلها دبس رمان، شوية ملح، بهارات، منجهز عجينتنا، منرقع بالزبدة، منكبسهم بالصاج مثل ما شايفه، منفت اللحمة منكبسها هيك، بعدها على الفرن. مهنة وارثها الأبناء عن الآباء والأجداد، وبقيت رغم توالي السنين سيدة السوق الأولى وصاحبة الصدارة على كل الموائد. مهنة أبا عن جد، جدي كان بالمدينة، مهنتنا أبا عن جد. نعم بتبقى هاي الحلويات عنوان الحياة مثل أهلها، وبتنوعها وجمال شكلها بتقول لكل من حاول المساس بأصالة حلب وهويتها أنها أكبر من كل تحدي، وبأنه الشهبة بتبقى مدينة الصناعة والتجارة والثقافة والحضارة واللقمة الطيبة.